اللي مخليني عايز احكي لكم على حاجه. فيديو احنا شفناه، في فيديو منتشر بس احنا شفناه، اعتقد ان انا وسهير شفناه اول ناس، لان ده نزل على جروب خاص باصحاب اصدقاء لينا. كان الفيديو بتاع الست اللي هي كانت فيه بتصيف او ما في مكان ما على الشط، وبتقول بمنتهى يعني الاستغراب في الدنيا ان هي زعلانه جدا ان جوزها مات وهي في اجازه. فبتقول ازاي هي يعني مش زعلانه ان هو مات، هي زعلانه مستغربه التوقيت، انا مش هتنازل عن اجازتي، هي بتاجز في تونس ومستغرب. احنا استغربنا هي موجوده على البحر ولابسه لبس البحر وبتقول ده مش وقته، انا ده وقت السعاده بتاعتي النهارده. هي بتقول لك ان جنازته وهي بتعمل الفيديو كان النهارده، وان هي مش مستحيل هتروح تسافر لان هي مش عايز تقطع اجازتها اللي بقالها سنين بتوضبها لها. فهي قررت ان هي يعني قضاء عطلتها اهم من جنازه جوزها، يعني هم يبكي وهم يضحك، هي مش عايزه تضحي بوقتها. هي بتقول هو توفى في التوقيت الغلط، انا اعمل ايه؟ لا هي ما تهزتش خالص وقالت هو انا في مش هروح له الكنيسه، هو يعني هقعد ادعي له وهو هناك، لكن انا هشرب يعني شامبانيا على روحه على اساس ان يعني ايه، ان هي كده زي ما احنا بنقول هتدعي له يعني، مش عارفه. انا الفيديو ده خضني، بس هو دي مش تركيبة الستات. ايوه يعني دي ده. دي مش الستات، ده مش احنا، ده نموذج ولا مش حتى متكرر، مش عربي ولا أو عربي أجنبي. ولا اجنبي، هي مش تركيبتنا ولا انساني، يعني ده مش تركيبه الانسان عموما. صح. مش حتى الست والراجل، لكن فكره كمان انها تبقى ست فهي حاله منفرده مع نفسها ومع روحها. السؤال وست ربنا يعينها على نفسها، لان هي هل تعتقد نرجسي جدا جدا. هل تعتقد ان الست دي حبت في يوم من ايام جوزها ده؟ ولا حبت حاجه اصلا، هي الست دي منزوعه الانسانيه، هو الشخصيات النرجسيه كده ولا بيحبوا حد ولا بيبقى عندهم انسانيه، فهي حابه وقتها، حابه نفسها، مش حابه تضيع اي حاجه من ايديها علشان هي عايزه تقضي وقتها مارك. ومحدش يزعجها. انا الفيديو ده رغم ان هو منتشر على السوشيال ميديا، لكن هو من اكتر الفيديوهات قسوه انا في وجهه نظري. ست منعدمه في الاحاسيس والتفكير، وده يخلينا نفتح موضوع عن طبعا هي ست اجنبيه طبعا، طبعا لا هي مصريه ولا لا عربيه، لكن هي بتقضي اجازتها في تونس وهي ما لهاش علاقه. هو الفيديو منتشر باللغه، هي بتتكلم باللغه الانجليزيه يعني، ولا لها علاقه بالستات ولا لها علاقه بالانسان. ده يخلينا